بحضرتك استاذ خالد، وده يوم جميل اني بشوفك فيه واكون معاك وتتاح لي فرصه ان انا انقل رؤيتي نمره 2، لان ولي عهد المملكه العربيه السعوديه بيشرف مصر ان شاء الله، وده بيدينا امال كويسه جدا في سواء في الاعلام او في الحياه عموما. طيب احنا هنيجي لزياره السيد ولي العهد، لكن احنا هل ما يحدث في فرنسا بعيد على ما يحدث في المنطقة العربية؟ لا شك ان اللي حصل في المنطقة العربية كان بتدبير من اجهزة المخابرات وبأوامر من قيادات الغرب وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الامريكية، والمخطط ده تم او بدأ من بعد حرب 73 وانتصار مصر وتحطيمها لخط بارليف، وده بعد اقتحام قناة السويس وما بعدها، ثم استرداد كامل سيناء مش بالسياسة ولكن كتمن للأسرى اللي كنا بنحوزهم في داخل الثغرة، تمام؟ فكان التمن ان هم يرجعوا بلدهم، ان احنا نسترد سيناء بالكامل، وده كان تعهد هنري كيسنجر للرئيس السادات، عشان كده ما تمش القضاء على ثغرة اللي كان فيها 3000 اسرائيلي. الارهاب اللي اتعمل علينا عشان يكسرونا بعد كده، لانهم لقوا ان الحروب النمطية ما عادتش مجدية مع المنطقة،